lifetimes for gamma emission. ذكر أنه أي سيستم مربوط بطبع سوف يكون معرف في عدة حالات. الحالة الأدنى هي الground state، والحالات الأخرى هم الحالات المثارة أو excited states. الطاقة الداخلية أو الطاقة الكاملة ابتداء من الground state اللي هي MC square، وبعد ذلك كل ما كان النظام أو السيستم في excited state بطبع لازم نضيف داخل internal energy أو داخل الطاقة الكاملة لازم نضيف طاقة الإكسيتيشن. وإذن إذا كان في أي حالة مثارة فإجمالي الطاقة تاعه هي MC سكوير من الكراوند ستيت زائد طاقة الإثارة ليتناسبه. وبالطبع طبيعيا هذا القيمة هذه لديها سمك أو لديها ارتياب بين قوسين. إذن الطاقة معرفة دائما بدلتا إي معين، وهذا الدلتا إي هذا بطبع من علاقات هايزنبرغ بطبع مربوط ب احتمال استمرار النظام في ذلك في تلك الحالة. إذن هل هذه الحالة هذه مستقرة وبالتالي النظام سوف يعيش بين قوسين فيها طويلا، وهذا اللي يؤدي بنا بتعريف إذن ما نسميه باللايف تايم تاو أو الهالف لايف تي ون هالف. إذن بالطبع الاثنين سواء كان اللايف تايم أو الهالف لايف مربوطين بالدلتا إي عكسا من علاقات هايزنبرغ. دلتا اي مضروب بتاو اكبر او يساوي اتش بار على 2. اذا معرفه اللايف تايم او معرفه الهالف لايف بصوره عامه فهذا بالطبع مربوط بمعرفه خصائص الحاله وطاقتها، وبالتالي سوف يمكننا عندما نقيس اللايف تايم للاكسايتد ستيتس والجراوند ستيتس هذا بالطبع يمكننا من مقارنته مع ما يعطيه الحساب، وبالتالي يمكننا من تحديد رؤيتنا للتركيبة النووية. اللايف تايم لا تنحصر فقط في الجاما ديكاي أو الجاما إيميشن، وإنما تحسب عن طريق تحسب لكل الحالات لكل الإكسايتد ستيتس الممكنة، وتحسب أيضا مهما كانت الظاهرة التي تؤدي إلى ذلك الإكسايتد ستيت أو التي ينطلق منها. إذن إما الإكسايتد ستيت يكون مصدر لهذا الظاهرة، إذن ممكن تكون ألفا بيتا جاما ديكاي أو أي إيميشن أخرى، وممكن الإكسايتد ستيت يكون إذن هدف للإنبعاث لتلك الظاهرة. إذن هنا سوف نعمل في على بعض الأمثلة، نعمل إذن حساب لللايف تايم عن طريق إذن قياس الديكاي كونستانت والبارشال ديكاي كونستانت لبعض الأمثلة. نشوف الشكل 10-11 بالنسبة لنواة سيلينيوم 72. إذن الجراوند ستيت موجود هنا، وهنا لدينا إذن قيم الطاقات للإكسايتد ستيت 862 937 1317 كي في، وهنا التي 1 هالف المقاس 3.5 بيكو سكند، لهنا بالنانو سكند بيكو وبيكو سكند هنا، وهنا لدينا الاي باي في كل مرة 0 بلس 2 بلس 0 بلس 2 بلس و 4 بلس، وإجمالي الترانزيشنز التي قيست والتي وثقت لهذا الإكسايتد ستيت. بالنسبة للإكسايتد ستيت الثالث 1317 كي في، إذا أردنا اللامدا للديكاي نلاحظ أنه هو مكون من 3 دي إكسايتيشنز، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الثلاث قنوات لأنه هذا الثلاث هذا يفرغوا بين قوسين أو دي بوبوليت هذا الستيت هذا. إذا في البداية واش نحسب؟ نحسب إجمالي الترانزيشن، وإجمالي الترانزيشن يكون على حساب التوتال لامدا، والتوتال لامدا مضروب متعلق ب تي 1 هالف بطبع العلاقة هذه، هذا بطبع الالن 2 لوغاريتم 2، و تي 1 هالف تساوي 8.7 بيكو سكند، نحولها إلى ثانية ونقوم بالحساب ونتحصل على لامدا يساوي كذا ثانية ناقص 1. وهذا اللامدا هذا بالطبع هو عبارة عن مجموع ثلاث لامدات، واحد لكل وحدة من هذه القنوات الثلاث، لأنه هنا بالطبع اللامدا هو بالنسبة لنا هو احتمال الديكاي. إذا نكتب أن اللامدا توتال هو مجموع القنوات الثلاث،
كل قناة ليست فقط عبارة عن pure gamma emission، وإنما هناك البروسس المنافس لها ليتواجد بعض الأحيان، واللي هو الانترنال كونفرشن. وبالطبع نقيسه عن طريق الانترنال كونفرشن كويفيشنت ألفا. إذا مثلا إذا كان ألفا يساوي 0.5، معناه probability للانترنال كونفرشن هي النص بالنسبة للجاما، أوكي، اللي هي واحد. وهنا الألفا 455 هو الانترنال كونفرشن للثاني، وهنا ألفا 380 هو الانترنال كونفرشن للثالث. ودائما إذا كان مثلا هنا ألفا 380 يساوي واحد، إذا معناه واحد زائد واحد معناه لهنا الانترنال كونفرشن فينومينون is equivalent to the gamma emission. كل ما كان هناك جاما يكون هناك أيضا احتمال أنه يكون واحد internal conversion، وهكذا. إذن هذا الألفا يقيس لنا احتمال أو نسبة internal conversion بالنسبة لل pure gamma decay. بالنسبة لهذا النواة تحديدا، وبالنسبة لهذا الثلاث transitions هذو، الانترنال كونفرشن تعتبر ضعيفة، وبالتالي يمكن إهمال ألفا لكل واحدة فيهم بالنسبة لواحد. وفي هذا الحال نرجع إلى كتابة اللامدا فقط بمجموع اللامدا وللجاما إيميشن. شايفين الفرق هنا أنه جاما إيميشن إذا قارناها مع المعادلة فوق، هذا اللامدا توتال يساوي اللامدا توتال ل 1317، معناه هذا اللامدا توتال هو مجموع اللامدا للجاما بيور جاما واللامدا للانترنال كونفرشن لنفس الطاقة 1317. وهنا نفس الشيء، لامدا توتال ل 455 هو لامدا لبيور جاما وزائد لامدا للالكترون انترنال كونفرشن. وهنا نفس الشيء، والان نقول ان الالكترون كونفرشن والانترنال كونفرشن عفوا كل في كل واحده فيهم اذا ممكن ان نهملها امام الجاما ايميشن، وبالتالي الان ما نجمعش اللامدا توتال للكل وانما لامدا لبيور جاما للكل. وهناك تجربة أخرى أو في قياس للإنرجي سبكتروم، نقيس عدد الجاما اللي يجي من 1317 ونقيس عدد الجاما اللي يجي من 455 وعدد الجاما اللي يجي من 380، وبعد ذلك نعمل النسبة للثلاث بحيث المجموع يساوي 100%. إذن مجموع النسب شايفين 51 زائد 39 زائد 10 يساوي 100%. وأيضا عندنا النسبة، مثلا هذا تقسيم هذا هو بنفس النسبة ما بين 51 تقسيم 39، والنسبة تاع الثاني مع الثالث هو نفس النسبة لما بين 39 و10 وهكذا. وفي هذا الحال إذا بمعرفتي لهذا النسب الثلاث وبالإجمالي المجموع اللي هو لامدا تي اللي حسبناه الفوق، إذا نقدر نتحصل الآن على لامدا لبيور جاما، أوكي، ما فيش الانترنت كونفرشن، لامدا لبيور جاما للقناة 1317، إذن هذه قيمتها، ولامدا ل 455 هذه قيمتها، ونفس الشيء ل 380 وهذه قيمتها. والآن عندما أتحصل على القيم هذه، الآن بقدرتي أن نقارنها بالحسابات اللي عملناها من قبل، أو الحسابات اللي عملناها بالسنجل بارتيكل أبروكسيميشن، إذن اللي هما المعادلات 10-13 و10-15. إذا عملنا مثلا إذن هنا بالنسبة لنا شوفوا مع بعض 1317 هي من 2 بلس إلى 0 بلس، إذن احتمال مو احتمال هي اثنين، أوكي، اثنين. 455 2 بلس إلى 2 بلس، إذن ممكن يكون 1-2-3-4، بالطبع 0 ممنوع. و380 ما فيش مشكل من 2 إلى 0 2، إذن الثلاث فيهم 2، ونشوف بعد ذلك 455 اللي فيه عدة ميكسينج. إذن هذا هو الحساب باستعمال المعادلة 10-13، فين؟ إذن 10 أس 10 هنا، إذن رانا قريبين من 10 أس 10 هنا، بالطبع هنا لقينا 8.7، هنا لدينا 4.1. هذا بالطبع القياس، هذا كله قياس، وهذا الحساب باستعمال الابروكسيميشن للسنجل بارتيكل. والثاني 4.3 مضروب ب 10 اس 8 شويه بعيد من التجربه، والاخير 1.7 مضروب ب 10 اس 8 شويه قريب، هذا بالطبع 8 مضروب ب 10 اس 9، وهنا هذا شويه قريب له، ربما في فاكتور 80 90 ما بين الاثنين.
إذن شايفين، إذن هنا نردو بالنا أنه هذا فقط استيمتس وحسابهم تقريبي. إذن ما تنتظروش أنه كل مرة هذا الحساب هذا يكون قريب من التجربة. الآن نشوفوا الإكسايتد ليفل 937. إذن هو هذا، وشايفين لهنا 0 بلس إلى 0 بلس. بطبع لهنا يا وش قلنا؟ قلنا في الحالة هذه الجاما إيميشن بطبع مطفأة تماما، ليس المستحيلة، وبالتالي الظاهرة الوحيدة هي internal conversion ما بين 937 والground states. إذن هي هذا الترانزيشن هذه مباشرة. أوكي؟ إذن 937 عندما يعمل ترانزيشن مباشرة من نفسه إلى الground state 937 لا يمكن أن يقوم بها إلا بالinternal conversion. جاما ديكاي مستحيل. وعنده اختيار آخر أنه يعمل ترانزيشن 75 إلى الأسفل إلى هذا 2 بلس، وبعد ذلك يعمل ترانزيشن 862 إلى الground state. لهنا بالطبع الجاما إيميشن مفتوحة للإثنين كاسكيد، عندما تكون متسلسلة هكذا على التسلسل نسميها جاماز إن كاسكيد. بالنسبة لهذا ستيت، إذن الهالف لايف 15.8 نانو سكند، وبطبع هذا الهالف لايف تعطينا اللامدا توتال، ولكن اللامدا توتال رد بالنا هناك قناتين. القناة الأولى 937 هذه سوف تنجز عن طريق الانترنال كونفرشن، والقناة الثانية 75 إذن هذه سوف تنجز عن طريق الجاما ديكي، وربما جاما زائد انترنال كونفرشن. إذن هنا اللامدا تاعنا اللامدا توتال هو مجموع القناتين، هذه القناتين هما اللي يفرغوا الستيت 937، إذن هما اللي يعملوا له ديبوبوليشن. إذن نكتب أن اللامدا توتال هو إذن لوغاريتم 2 تقسيم تي 1 هالف 15.8 نانو سكند، ونلقاو هذا العدد بالثانية ناقص 1، وهذا بالطبع مجموع القناتين توتال ل 937 والتوتال ل 75. بالنسبة ل 937 ليس هناك جاما إيميشن، إذن التوتال 937 هو عبارة عن internal conversion 937 فقط، ما فيش جاما 937. أما ال 75 ففيه الاثنين، إذن هذا بطبع الجاما وهذا القطعة هذه بطبع ال internal conversion. من قياسات أخرى، إذن هذا الفاكتور هذا ألفا 75، إذن التقييم أعطانا 2.4، والنسبة ما بين لامدا 75 ولامدا 937، إذن لامدا جاما 75 ولامدا إنترنت كونفرشن 937 أعطانا النسبة 73.27. شايفين دائما مجموع يساوي 100%. وفي هذا الحال إذن ممكن نتحصل على اللامدا للانترنال كونفرشن 937 بالمقدار هذا. بطب هذه نقارنوها بالحساب للانترنال كونفرشن، وهذه نقارنوها بالمعادلات 10 13 او 10 15. لحساب الانترنال كونفرشن للكويفيشنت الفا، اذا للالكتريك للرتبه ال او الماجنتيك للرتبه ال، اذا ممكن تستعملوا المعادلات 26 او 27. هذا للتذكير. الترانزيشن 75 هي من 0 بلس الى 2 بلس، اذا حتما سوف تكون اي 2 بطبع ام 1، ولكن اي 2 هو اللي يفرض نفسه. وهنا لدينا تقييم لاي 2 لهذا الترانزيشن هذه باستعمال الوايت سكوب استيميت، وهي 5.2 مضروب ب 10 اس 4 للمقارنه، هنا عندنا 10 اس 7. اذا شايفين ليس هناك تناسب ما بين الاثنين. اخيرا عملنا الحساب اذا التجريبي للترانزيشن 862 كي في، وتحصلنا اذا بالطبع هذا عنده قناه واحده وينزل الى الجراوند ستيت، اذا ما فيش عده قنوات. اذا هنا مباشره اللامدا لجاما 862 يعطينا 2 مضروب 10 اس 11. وللمقارنة عندما نستعمل الفايت سكوب استيميت، إذا 862 هو ترانزيشن من 2 بلس إلى 0 بلس، إذا E2، و E2 بالنسبة للفايت سكوب استيميت يعطيني 10 أس 10 للمقارنة مع 2 في 10 أس 11، يعني فيه فاكتور 5 ما بين 20 ما بين الاثنين. أوكي، التجريبي 20 مرة أكبر من الفايت سكوب.
إذن كما لاحظت عدة مرات عندما كان عندنا حالة E2 transition شفنا أنه القيمة التجريبية أكبر من القيمة اللي نتحصل عليها باستعمال single particle estimate، وهذا بالطبع جاي من collective behavior السلوك الجماعي للأنوية اللي استعملناها اللي هي الأنوية الزوجية. الزوجية عادة تكون إما vibrational إما rotational، وهنا عملنا إذن systematics للـ E2 transition. وش عملنا؟ عملنا إذن لكل الحالات، عددنا الحالات هنا number of examples، وعملنا التقييم التجريبي للامدا تقسيم التقييم للـ single particle اللي هو Weitzkopf. وهنا شايفين كمية من الحالات أقل من واحد، ولكن أكثر عدد أكبر من واحد، وهذا يدل على أن التجربة إذن معظم الأحيان تكون أكبر من هذا التقييم اللي عملناه. وإذا عملنا نفس الشيء بالنسبة لـ E1 transitions، إذا الحالات وين هناك إذن electric dipole transitions، فهنا العكس، هنا إذن معظم القيم التجريبية أقل من الاستيميت لفايتسكوف. شايفين واحد هنا وكل القيم هذه أقل من واحد، وهنا شوفوا نذكركم المحور أو الأكسس هنا لوغاريتمي. أوكي، الشكل 13 إذن يظهر لنا systematics للترانزيشنز من نوع M4 إذن magnetic 4، وتحديدا هنا وش رسمنا؟ رسمنا معاكس اللامدا اللي هو تاو. تاو هو بالطبع اللايف تايم، ومضروب بأي تربيع علشان نتحصل على شيء متناسب مع الطاقة فقط. نشوفه مع بعض المعادلة لـ M4. إذن المعادلة أمامكم للتحصل على تاو، بالطبع نعمل واحد على لامدا. عندما نعمل واحد على لامدا بالطبع هذا يعطينا كويفيشنت، وهنا نتحصل على A minus 2. إذا نضرب بأي تربيع باش ننحي الديبندنس على العدد A، وهنا نتحصل على E minus 9. أوكي، إذا لهنا بالطبع E minus 9 إذا دالة أوسية، إذا ناخذ اللوغاريتم باش يكون عندنا محور خطي. وهنا بدلة الطاقة، ولهنا استعملنا محور لوغاريتمي. إذا لديكم الطاقة أس 9، وهنا لديكم اللوغاريتم على الواحد على لامدا مضروب بأي تربيع. وهنا شايفين إذا القيم التجريبية لا تبتعد كثيرا من الفايتسكوف استيميت اللي هو الخط البياني هذا. أوكي، وهذا يدل على أنه إذا الديبندنس اللي شفناها اللي هي إي أس 9، إذن فالديبندنس هذه إذن تتقرب كثيرا من القيم التجريبية.